البرتغالي فيتوريا المدير الفني لمنتخب قال إنه معجب بأداء كريم فؤاد لاعب الأهلي، وإن محمد صلاح هينضم لمنتخب مصر بعد انتهاء ارتباطاته مع ليفربول، يعني تقريباً يوم 13 أو 14 نوفمبر، وده لمواجهة بلجيكا ودياً يوم 18 نوفمبر في الكويت. فريق النادي الأهلي أدى تدريبه امبارح على ملعب التتش استعداداً للمرحلة اللي جاية، وخاض كمان اللعيبة تدريبات استشفائية وبدنية وتدريبات بالكرة، وشهدت التدريبات انتظام علي معلول في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من نزلة البرد اللي أبعدته عن المشاركة في مباراة الداخلية. وأول امبارح كمان ظهر عمار حمدي في التدريبات لاستكمال تأهيله قبل الانتظام أو الانضمام والانتظام في التدريبات الجماعية. بيدرس البرتغالي فريرا المدير الفني لفريق الزمالك تجهيز بعض اللعيبة من فريق الشباب والناشئين لتعويض الغيابات اللي بيعاني منها الفريق بسبب الإصابات. الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف اعلن اجراء قرعة دور المجموعات من بطولة دوري الابطال وكاس الكونفدرالية يوم الاربعاء 16 نوفمبر 2022، ونشر الاتحاد الافريقي بيان اكد فيه ان القرعة هتتعمل في القاهرة، وهتبدا في الاول بقرعة الكونفدرالية وبعد كده دوري ابطال افريقيا. دلوقتي تعالوا نروح نتعرف على نتائج مباريات الدوري الأوروبي. وودع لاتسيو الإيطالي مسابقة الدوري الأوروبي بعد خسارته من فريق فينورد الهولندي بنتيجة 1-0 في اللقاء اللي جمعهم امبارح ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة في مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي. الدوري المصري مصطفى محمد قدر يقود فريقه نانت الفرنسي للدور الثاني من بطولة الدوري الأوروبي بعد ما سجل هدف وصنع هدف ثاني في الفوز بثنائية نظيفة على فريق أولمبيكوس في المباراة اللي اتلعبت امبارح في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي. مانشستر يونايتد كمان فاز على فريق ريال سوسيداد الأسباني بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة في مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي. نجم فريق برشلونة الإسباني أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا من خلال فيديو نشره على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهتكون المباراة الأخيرة لبيكي بقميص برشلونة ضد فريق ألميرا اللي هتتلعب بكرة على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني. مشاهدينا، خلصت أخبارنا الرياضية، وعودة لزملائي لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لكلامك.